مرحبا بكم. الجيش السوري يقصف بمدافع الدبابات والأسلحة الثقيلة الأربعاء حي باب عمرو السكني في مدينة حمص، ثالثة أكبر المدن السورية، ويفرض سيطرته على مدينة بانياس، والأمن يشدد من قبضته بشن حملة اعتقالات واسعة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب من القيادة المصرية التحرك على كافة المستويات لإنهاء الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية بامتناعها عن تحويل أموال ضرائب تقدر ب100 مليون دولار، وهو ما عطل قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها. وزير الخارجية الإسرائيلي أبيغدور ليبرمان، رئيس أكبر شريك بعد ليكود في حكومة بنيامين نتنياهو، يعلن الثلاثاء رفضه أي تجميد للاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، كما يطالب الفلسطينيون ولو ل3 ساعات على حد قوله. زعيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب اليمني ناصر لوحيشي يتوعد الولايات المتحدة بأن الأسوأ آت بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك في رسالة نقلها موقع سايت الأمريكي لرصد المواقع الإسلامية. وزير السياحة المصري السابق فاروق حسني يقول إن مشروع توريث الرئاسة إلى جمال مبارك فشل، ولو كان جمال أمسك بالحكم لكان ذلك أسوأ شيء يحدث في تاريخ مصر الحديث، ويضيف أن الرئيس مبارك نفسه كان رافضاً أن يكون ابنه رئيساً، وقال له: أنا لا أريد أن أرسل ابني إلى التهلكة. أرنولد شوازينيغر بطل كمال الأجسام والنجم السينمائي الذي تحول إلى السياسة، وماريا شرايبر سليلة عائلة كينيدي السياسية، يعلنان بعد زواج دام 25 عاماً أنهما انفصلا ويعيشان بعيداً عن بعضهما البعض، ويأتي انفصالهما بعد 4 أشهر على انتهاء ولاية شوارزنيغر الثانية حاكماً لولاية كاليفورنيا وعودته إلى عالم الأفلام السينمائية. أخيراً في هذا الموجز، الاعتقاد بأن قرينة الرئيس الفرنسي كارلا بروني ساركوزي في الأشهر الأولى من الحمل تتعزز بعد إعلانها أنها ستغيب عن حفلة افتتاح مهرجان كان السينمائي لأسباب شخصية، ولن تحضر بالتالي عرضاً لفيلم منتصف الليل في باريس للمخرج الأمريكي وودي ألن والذي شاركت فيه بدور صغير. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.